ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم كيكه اناناس لذيذه لذيذه وسهله، وانا صراحه من عشاق كيكه الاناناس، فقررت اني اسويها معكم. والمقادير سهله زي ما تشوفون. طبعا في البدايه بس بوريكم، هنا عندي صينيه الخبز دهنتها بزيت وحطيت عليها سكر مذوب، ذوبت سكر عادي يعني كراميل، وضفته لاني راح اضيف لها شرايح الاناناس والشيري. هذا شيري معلب تلقونه في اي محل سوبر ماركت. وعندي هنا اناناس مقطع راح نضيفه للخليط بعدين عشان يصير كذا فيه طعم فعلا اناناس. بالنسبه لخليط الكيك راح احتاج الى 4 بيضات وشوي فانيلا، نص كوب معياري زيت، وكوب معياري سكر، وكوبين دقيق منخولين عشان لازم يدخلها الهواء، ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وكوب من عصير الأناناس. بس هذه هي كل. بالبداية راح أجهز الصينية وأحط فيها شرايح الأناناس. طبعا أنا حاطة هنا كراميل، وراح أحط من الكرز الأحمر، إذا ما توفر عادي هو بس يعطي شكل ومنظر. حطيت 4 بيضات، الحين راح أحط فانيلا شوي، هذا كوب سكر، بعد ما يصير خليط السكر مع البيض كريمي نضيف الزيت. خلاص جهز عندي الخليط، الحين راح اضيف له الاناناس القطع، بس بشيل اللي على الاطراف بالسباتولا، نحركه كذا بشويش، نصب قطع الاناناس تحريك كذا على اتجاه واحد، بس نبي الاناناس يختلط بالخليط. الحين بصب بالقالب. خلاص القالب جاهز انه يدخل الفرن. طبعا الفرن يكون مسخن من قبل على درجة حرارة 160 بالكثير 170، طبعا يعتمد من فرن الفرن، وما تفتحون عليها قبل. وهذه كيكة الاناناس وخلصت، بس انتظرها تبرد شوي وبعدين اقلبها واوريكم الشكل النهائي. وهذه كيكتنا بعد ما قلبتها، تشوفون كيف الكراميل على الاناناس مغري. الحين راح اقطعها واوريكم اللذاذة من داخل.